وإلا ماذا تفعلون ب1200 رواية في تحريف القرآن؟ بينك وبين الله احنا يا مطلب عندنا بعد ب1200 رواية، حتى الغدير ماكو ب1200 رواية. بعد لماذا انتم ما تقبلون بتحريف القرآن؟ وليش ما تصيرون اتباع منه المحدث النوري الذي قال شنو بتحريف؟ لماذا لا اقل 200 رواية منها معتبرة سندة؟ 200 رواية مو رواية وروايتين وعشرين. كم مرة عصف الأنين بداخلي، كم مرة قد ذاق قلبي من أسى محن تمر، وكم كرهت مصابها، لكن رأيت الخير يسكب في أنا